بسم الله الرحمن الرحيم. احنا مواطني ولايه سوق حراس ان شاء الله راح نكونوا بقوه في صناديق الاقتراع مساندين المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون. عفوا هذا السيد انه ابونا الروحي رو عنده مشاريع ان شاء الله راح تكون تخدم المواطن والمواطن. وايضا من قبل يعني كانت عنده بعض المشاريع لخدمه الشباب خاصه منحه البطاله هذه، انا بنتي راهي استفادت منها والحمد لله. ان شاء الله راح تكون عنده مشاريع اخرى ان شاء الله اللي راح تكون في خدمه الوطن والمواطن ان شاء الله. من هذا المنبر نحب نوجه رساله الى مواطني ولايه سوق حراس، لان عهدنا ان مواطني ولايه سوق حراس دائما في المحافل هذه يكونوا بقوه، ودعوه الى نساء ولايه سوق حراس يكونوا في صناديق الاقتراع من الساعات الاولى ان شاء الله. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.